طبعا احنا النهارده زي ما حضرتك ان في مشروع من عده سنوات بننفذه على النقل المستدام. المكون من المشروع هو تشجيع استخدام المواطن بصفه عامه للدراجات وللتنقل بدون اله، بمعنى صح بدون اله بتستخدم الوقود، وبالتالي بنشجع المشي وبنشجع الدراجات. والمشروعات التجريبية الريادية هتبقى في واحدة في محافظات المنوفية، وزي ما حضرتك عارفة ان احنا كان في سابق ماراثون بدأنا به الاعداد للمشروع، وارتكبنا غلطة تنظيمية للأسف ان احنا ما افرضناش جايزة للسيدات كويس، فهي كانت اول سيدة تصل، فاحنا وعدناها، الوزارة وعدتها والمشروع وعدها ان هيبقى في جايزة ليها. النهارده بنتاسف لها على هذا الخطأ التنظيمي، وبنهنيها لانها بتمثل بالنسبه لنا الفتاه المصريه الواعيه المؤمنه اللي عندها مدارك واسعه كويس، ثم انها رياضيه، ثم انها بتشارك في هذا المشروع، فاحنا بننتهز الفرصه وبنشكرها. وتاني مرة معلش لكل الجمعيات المرأة، خطأ غير مقصود والله كويس، ولكن معلش جل من لا يسهو، ولكن احنا تعلمنا الدرس، وفي كل نشاط من الأنشطة بتاعتنا هناخد فيها البعد النوعي اللي هي أساسا من سياسات الوزارة، ولكن حصل خطأ في التنظيم، وكنا بصراحة لا نتوقع أن يكون في عدد السيدات بهذا الشكل كويس. فأهلا وسهلا بها في وزارة البيئة، ولو في أي حاجة في مجال البيئة عندك الفرع الإقليمي بتاعنا تحت أمر حضرتك أنت وزملائك كويس، ونرجو أن حضرتك تتمتعي وتقودي قيادة آمنة إن شاء الله. سباق الدرجات أنا كنت مشتركة في إعداد قادة برلمانيين، وكانت المشرفة معنا اسمها أستاذة إلهام، فهي عرفتني من خلال النادي برضو اللي أنا بلعب فيه، وفعلا خدت بيانات مني وكده واشتركت. كان السباق من 100 خلف في المنوفية لحد استاد برضو الاستاد الرياضي بشبيني الكوم، وفعلا تم السباق والحمد لله وصلت أول بنت. والنهارده سيادة الوزير مشكور اهتم بالموضوع لما لفت له نظر ان ما كرموش البنت في الماراثون، فوعدني هو والاستاذة منى ان تمام هناخد رقمك وكده ونبدا نشوف الموضوع ده وازاي هو راح مننا. وبالفعل النهارده هو سيادة الوزير مشكور والاستاذة منى والاستاذة ندى فعلا وافقوا بالعهد، وزي ما حضراتكم شفتوا سلموني عجلة، وشكرا للاستاذة ندى على المجهود اللي بذلته. وانا بتمنى بس ان الفكره مش بس تقتصر على بنت واحده، لا انا عايزاها، وبما اني من قريه عايزه الموضوع الناس كلها تحس ان ده شيء طبيعي وشيء عادي، ورياضه غير مقصوده انها تمارسها البنت، في نفس الوقت هي بتنشط جسمها وحاجه كويسه، وبتوفر وقت عشان توصل لمكان، وبتوفر وقود، من كذا جهه هي حاجه مفيده جدا للبنت بصفه عامه. توفيرا طبعا لاستهلاك الوقود، وحفاظا على البيئه من الانبعاثات، بيوفر وقت، بيدي رياضه للشباب اللي بيمارسوا الرياضه ديت، بيعمل فتنس للجسم كويس، في نفس الوقت بنقلل التلوث وغازات الاحتباس الحراري، فهو مشروع مهم جدا، الدوله فعلا محتاجاه، انه احنا نحل مشكله المرور ونحل مشكله الوقود ونحل مشكله البيئه، هو بيحل، والرياضه طبعا للشباب. في مكونات كتير للمشروع، منها مثلا استخدام النقل الجماعي في النقل، وده مشروع بننفذه في 6 اكتوبر في الشيخ زايد، بان برضه الناس تركن عربياتها او تترك عربياتها وتستخدم النقل الجماعي، لانه بيحل مشكله برضو استهلاك وقود، والوقود مدعم، واحنا عندنا مشكله في الوقود، خفض للتلوث شديد، ان الناس طبعا مشكله المرور في المحور والكلام ده، ان هو يوصل لغايه مترو الانفاق. في كومبوننت او مكون اخر برضو بالنسبه لاشارات المرور في وسط البلد في مدينه القاهره، وده بالتعاون مع محافظه القاهره في ان احنا نعمل اشارات مرور لل 11 جراج اللي موجودين، بشرط انه يسهل لراكب السياره انه يعرف فين الاماكن الفاضيه، بدل ما يلف برضو حرق وقود وزحمه مرور، يقدر يتوجه على طول على
على الجراج اللي فيه أماكن لأنه بيقول له في عدد أماكن كذا. يعني دي ملخص سريع عن المشروع، لكن احنا بنحاول نحل مشكلة المرور، بنحاول نحل مشكلة الوقود، وبنحاول نخفض الانبعاثات الناتجة عن المركبات والنقل. شكرا.